Nous sommes aujourd'hui dans le parc d'activités économiques de Jarzis pour l'événement de sensibilisation par rapport à l'importance de la métrologie pour l'industrie tunisienne. C'est un projet de coopération entre le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie et l'Institut national de métrologie d'Allemagne, le PTB. لمتابعة إنجاز مكونات مرتبطة في المجال الأكاديمي للمترولوجيا. كي نقولوا للمترولوجيا رانا نحب نأكد على حاجة اللي هي مربوطة بالجودة. الجودة الصناعية، جودة المنتوج، باش يكون عندنا جودة المنتوج لابد باش يكون عندنا زادة جودة في الاختصاصات الموجودة في الجامعة، جودة في التكوين، ومنها بالطبع تكون جودة المتخرجين من الجامعة، هذه اللي حارصين عليه. المؤسسات الجامعية في خدمة النسيج الاقتصادي التونسي سواء كان المحلي في الجهوي وإلا على نطاق كتونس ككل. اتحاد تونسي صناعة والتجارة والصناعات التقليدية نكونوا الانترفاس بين العالم هذايا الأكاديميك اليونيفرسيتير وبين العالم المؤسسات الصناعية. الجودة الكاليتي هي الفاكتور كلي دو لا ريوسيت سورتو pour les marchés à l'exportation. نشكروا البارك نتاع جرجيس اللي خولنا باش نقوموا بالنشاط هذايا وباش ناخذوا فكره زاده على الانشطه اللي يقوم بها البارك والمشاريع المستقبليه نتاعو، وهذايا فخر معناها نون سولمون للجنوب التونسي وجرجيس، مي فخر لتونس كلها كونه يكون عندنا فضاء انشطه اقتصاديه بالجوده وبالنوعيه هذيا.